تغير واضح بملامح الشيخة مهرة بعد طلاقها، ولهذا السبب أطلق عليها لقب جميلة دبي. أثارت إطلالة الشيخة مهرة الأخيرة إعجاباً واسعاً ونالت ثناء الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة ما جعلها محط أنظار الجميع. وبعد إعلان انفصالها عن الشيخ مانع آل مكتوم في منشور لفت الأنظار عالمياً، واصلت سمو الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم مشاركاتها اليومية على إنستغرام، حيث نالت صورها الجديدة إعجاب متابعيها الذين يزيدون عن المليون. وأظهرت الإطلالات الأخيرة للشيخة مهرة أناقة لافتة وفقداناً ملحوظاً في الوزن، ما أثار إعجاب وتعليقات العديد من المتابعين حول أسلوبها المميز والتجدد في إطلالاتها. وفي سبتمبر الماضي أطلقت سمو الشيخة مهرة بنت محمد علامتها التجارية مهرة أموان، والتي تتضمن منتجات مثل العطور، سبراي الشعر والجسم، وبودرة لامعة تحمل اسم الطلاق. هذا الإطلاق جاء بعد أن أثار طلاقها ضجة واسعة، حيث استلهمت الشيخة مهرة من تلك التجربة الشخصية لتعيد تعريف رحلتها. بإطلاق هذه المجموعة الفريدة تحمل المنتجات اسم الطلاق كرمز للقوة والتجديد، معبرة عن قدرتها على تحويل محطات حياتها الصعبة إلى خطوات إبداعية وإيجابية. وتعد الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة في العائلة المالكة الإماراتية، كونها تتسم بالبساطة الشديدة في تصرفاتها وهواياتها التي تأتي على رأسها الفروسية، شأنها كشأن والدها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. والشيخة مهرة تحظى بلقبين لدى عشاقها، كلاهما أجمل من الآخر، فبعض عشاقها يفضلون مناداتها بجميلة دبي، بينما يفضل آخرون مناداتها بأميرة دبي، وهي حقا تجمع بين الصفتين. وهي دائمة الحرص على التواصل مع محبيها من شتى الأرجاء وعلى جميع الأصعدة، كما أنها تشاركنا دوما أسعد لحظاتها عبر نشر صور من حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من بينها أنشطة عدة في الفروسية بجانب عدد من الصور للسيارات التي ظهرت على متنها في شتى الأرجاء. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.